بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا نبي الرحمة. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين. السلام عليك يا سيدتي ومولاتي سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليه السلام. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا محمد الحسن. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين. السلام على التسعة المعصومين من ذرية الحسين ولا سيما صاحب العصر والزمان أرواحنا وأرواح العالمين لمقدمهم. السلام عليكم أيها الحفل الكريم. تميز العصر الذي أو الفترة التي عاشها الإمام حسن العسكري عليه السلام بميزة لم تكن موجودة في عهد الأربعة عشر المعصومين السابقين. هذه الميزة بأنه الإمام الحادي عشر، ولا بد أن يكون الإمام الثاني عشر وهو المهدي لازم أن يكون من صلبه ومن ولده. ففي هذه الحالة إذا أعلن عن ولده أن عنده ولد اسمه المهدي أو اسمه محمد ولقبه المهدي سيقتل حالا لأنه مطلوب على رأس القائد. وإذا أخفى ولده عن المولد ولده عن جميع الناس القريب والبعيد معنى آخر ستتضرر أو سيتضرر منصب الإمامة والناس يعيشون ولا يعرفون من هو إمامه. فإذا ماذا فعل الإمام الحسن العسكري عليه السلام بين المطرقة والسندان أو بين الإخفاء إخفاء مولده بالكلية أو المطلق وإعلان مولد ولده بالمطلق؟ فإعلان مولد ولده معناه الحتمي والقتل والإبادة، وبالتالي تنتهي الإمامة إلى 11 إمام وكذلك نصب الإمام ينتهي. وإخفائه أيضا سيختفي نصب الإمام نصب الثاني عشر، فماذا كان يفعل؟ فهو الوحيد الذي عاش في هذا الظرف الدقيق بين أن يخفي مولد ولده وبين أن يعلن مولده. إخفاءه مشكلة وإعلان ولده أيضا مشكلة، فماذا فعل؟ فطبعا في هاي التوازن الدقيق لم يخفي مولد ولده إخفاء مطلقا ولم يعلن أيضا عن مولد ولده إعلانا مطلقا، لأن هذا خطر وهذا أيضا خطر، فماذا فعل؟ بالنسبة للموضوع إخفاء مولد ولده، أول خطوة خطأها الإمام الحسن العسكري بالتنسيق معه مع والد الإمام علي الهادي، بل بالتنسيق مع جده رسول الله صلى الله عليه وآله والسيد المسيح ومريم وفاطمة و13 المعصومين السابقين. اختار الإمام الهادي، طبعا هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى في البداية، ثم اختيار أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، اختار زوجته أو زوجة له وهي مليكة بنت يشوع بن قيصر ملك الروم، يعني بمعنى خط حفيدة قيصر ملك الروم، هي مليكة بنت يشوع بن قيصر. اختار الإمام الهادي مع التنسيق مع الإمام العسكري اختار له زوجة من بعيد خارج الدولة الإسلامية ولا علاقة لها بالدولة الإسلامية. لماذا اختار هذه الزوجة للإمام العسكري وستكون أيضا في المستقبل أمة الإمام المهدي من خارج الدولة الإسلامية من دولة بعيدة لا علاقة لها بالدولة الإسلامية؟ لو اختار زوجة هاشمية علوية ففي هذه الحالة بعد أيام أو أشهر أو أثناء فترة الزواج ستكون هناك زيارة بينها وبين أقاربها، أمها، أخواتها، أخوالها، خالاتها، عماتها إلى آخره، فبالتالي سيعرف الناس من هو الإمام المهدي، هل ولد أم لا. فإذا هذا الخطر أبعده الإمام العسكري. لو اختار الإمام الهادي لولد الإمام العسكري زوجة من أصحابه الشيعة أيضا أبعد في مشكلة. فالإمام الحسن اختار زوجته وهي جعدة بنت الأشعث، اللي هي والأشعث من أحد أصحاب الإمام، بل حارب مع الإمام في صفين، ثم حارب الإمام الحسن في كربلاء، وهذه أيضا بعد المشكلة أن هي سمت وهي بنت أحد أصحاب أبي. واختار أيضا هاشمية عباسية غير العلوية، فالمشكلة أيضا بعد ستقع أيضا، فالإمام الجواد تزوج بنت المأمون فتنسقت مع عمها المعتصم وسمت الإمام الجواد، فإذا المشكلة أيضا تقع في أي قريب من الأقارب.
ولو اختار زوجة له من أمة جدة، يعني معنى آخر لا هاشمية ولا علوية ولا عباسية، بس مؤمنة من أي أسرة كانت من أي عائلة، فأيضا ستقع أيضا المشكلة والكارثة، لأن أمها وأقاربها وخالاتها وأخواتها سيزورونها، وبالتالي سيعرفون أنها حامل أو لا، ولدت أو لا، وبالتالي أيضا يعرض ولد أو الخطأ. فماذا فعل؟ فاختار له زوجة من مكان بعيد، من دولة خارج نطاق الدولة الإسلامية، وهي الدولة الرومية، وهي حفيدة قيصر واسمها مليكة. وعمل لها خطة، فكان عن طريق الحل أنها تخرج مع الجيش الذي سيرسل ويبعث جدا للقارة على حدود المسلمين في الشام، وتتنكر بزي الخدم، ستقع أيضا أسيرة، وفي نهاية المطاف ستصل إلى بيت الإمام الهادي والإمام العسكر. وفعلا وصلت في مدى إلى ذكر القصة، المهم وصلت من مكان بعيد، وتزوجها الإمام حسن العسكري طبعا بالاتفاق مع والد الإمام علي الهادي عليهم السلام. فالإمام العسكري أمن الجانب أقارب وأهل وأقارب زوجته، بالتالي حتى كل أسرتها لا تعرف عنها أين ذهبت وأين بقيت وأين صارت وكيف حالها، لا يعرفون عنها شيئا. ففي الجانب بالنسبة لأقارب زوجته اطمأن من هذا الجانب كامل، وسد النفاق وسد له المشاكل من هذا الجانب. يبقى بعد ذلك اللهو مشكلة من؟ مشكلة اللهو الحكم العباسي أو الخلافة العباسية. هم يعرفون بأن الإمام العسكري هو الرقم الحادي عشر، هو الإمام الحادي عشر، فلا بد أن يكون منقذ البشرية، والإمام المهدي يكون من ولده، فلا بد من وضعه تحت المراقبة. فالإمام ماذا فعل؟ استطاع أن يخفي أمر الزواج وأمر ولادة ولده حتى عن أقرب الأقربين إليه، وهو أخو جعفر الكذاب. إذا كان جعفر وهو أخو الإمام العسكري وعم الإمام المهدي لا يعرف شيئا عن الإمام المهدي، ولم يعرفه ولم يرى ولم يسمع صوته إلا عندما صلى على جثمان والده، فمن بذلك بالأباعد والأجانب فمن بقول لا يعرفه. لكن في الأيام الأخيرة كان الوزير ابن خاقان كان جالسا في مجلسه أو في بيته، جاء له أحد الجلاوزة ولم يذكر التاريخ ما اسمه، وأسر فقال له أن ابن الرضا اللي هو الإمام الحسن العسكري مريض. بمجرد ما سمع هذا الخبر، هو مريض بسبب الصوم، بمجرد ما سمع الخبر خرج من فوره من مجلسه وذهب إلى الخليفة العباسي، وجاء بعد دقائق أو بعد فترة زمنية قليلة ومعه خمسة من خدم الخليفة العباسي. لماذا ذهب؟ ماذا اتفق مع الخليفة العباسي؟ ولماذا جاء بالخمسة؟ فمعروف الاتفاق أنهم أرادوا أن يأتوا بخمسة من الجلاوزة والجواسيس ليتجسسوا على الإمام الحسن العسكري في هذه اللحظة، لحظة وفاته أو لحظة الاحتضار، ليعرفوا هل عنده ولد أو لا، وإذا عرفوا سيتصرفون مع هذا الولد، فلا بد من أن يتلكوا به قبل أن يتعشر بهم. وأمرهم هذا الوزير ابن خاقان أن يلازموا الإمام العسكري، يلازموا في بيته وفي مجلسه ليلا ونهارا. لماذا؟ التاريخ لم يذكر إلا واحد من هؤلاء الجلاوزة الخمسة، وهو نحرير الخاطر. هذا نحرير ما هو دوره؟ هذا كان أحد السجانين الذين سجنوا الإمام العسكري، وقالت له زوجته لماذا تسجن هذا الرجل وهو عضو صلاح ومن أسرة رسول الله؟ قال لأرمينه في بركة السباع، وبالفعل نفذ أمره ورمى الإمام العسكري في بركة السباع على أساس يقضي عليه، لكن انكشفت الفضيحة أن كل السباع استقبلته وحلقت حوله ولم يضره بشيء، فاستطاع بعد ذلك أخرجه. هذا أحد الجلاوزة، فقص على ذلك الأربعة، إذا لم يكونوا مثل فهم العنة. لما اشتدت بعد يوم ثاني اشتد به المرض، لم يكتفي بالجلاوزة الخمسة، وإنما أتى بالمتطببين سميهم الأطباء، وقال لهم طببوا الإمام الحسن العسكري والزموا داره ليلا ونهارا. الإمام العسكري لم يطلب الأطباء ولم يطلب العلاج، ولم يطلب منك أن تأتي له بأطباء، فلماذا أتيت بالأطباء؟
ظاهرا انهم العلاج لكنهم في الواقع جواسيس للخليفه العباسي، والا الامام العسكري لم يطلب منهم شيء، ولو طلب منهم شيء لعاد الطبيب في زياره دقائق ساعات معموله ثم ايضا يذهب ثم يعود بالاخرى وهكذا، لكن ان يلزموا داره ليلا ونهارا لماذا؟ لمراقبه ولده، هل عنده ولد ام لا؟ لما اشتدت اخر يوم الايام الاخيره العله بالامام لم يكتفي ابن خاطان الوزير بالجلاوز الخمسه ولا بالاطباء، بل امر قاضي القضاة ان ياتي الى بيت الامام ومعه عشره من القضاة. الامام لم يطلب منكم، قاضي القضاة لماذا؟ لم تحدث جريمه في بيت الامام، لم تكن هناك مشكله في بيت الامام، لم يعمل هؤلاء القضاة العشره او الجلاوز العشره او الجواز العشره اي تحقيق ولم يكتشفوا اي جريمه واي مجرم، لماذا يعني ينقذوا في بيت الامام ليلا ونهارا على مدار ال 24 ساعه؟ الغرض منه هو مراقبه هل ان الامام حسن عنده ولد ام لا؟ اذا عنده ولد فلا بد ان يتغدوا به قبل ان يتعشى بهم. في الليله التي توفى في صبيحتها الامام العسكري ترك الجلاوز الخمسه والأطباء وقاضي القضاة وقضاته العشرة، تركهم في المجلس وذهب إلى إحدى الغرف الداخلية وأوصى وصاياه واشتدت به العلة حتى ما استطاع أن يصلي صلاة الصبح، فطلب من ولده الإمام المهدي أن يوضعه ويجهز للصلاة، فصلى الصلاة الأخيرة وهي صلاة الصبح، ثم قال له أمام والدته مليكة تسموها نرجس وأمام صقيل الخادم، فقال يا ولدي أنت الإمام المهدي وأنت صاحب الزمان وأنت الذي بشر بك جدك رسول الله وأنت ولدي وأنا والدك وأنا ولدتك وأنت تكون وصي وخليفتي. ثم توفى الإمام الحسن العسكري في الغرفة الداخلية والجلاوزة والقضاة والأطباء والجواسيس لا يعرفون شيئا. بعد ذلك لما جهز الإمام الحسن عليه السلام قال صقي الخادم لجعفر قم وصل على جثمان أخيه، قبل أن يصلي وقبل أن يكبر خرج من جانب من الدار الإمام المهدي عليه السلام وجذب رداء عمه وقال أنا أولى تنحى يا عم أو تنحى يا عم أنا أولى بالصلاة على أهلي. في هذه اللحظة الجواسيس والأطباء وقال القضاة وقضاته وكل الجواسيس عرفوا بأن الإمام الحسن العسكري عنده ولد، وهذا الولد أول مرة يسمعون صوته ويشوفونه ويرون أنه صلى على أبيه. في هذه اللحظة عرفوا أنه له ولد، فبعد ذلك طاشت الفتن من أيديهم وعملوا المستحيل القبض على هذا الولد، لكن خرج الأمر من أيديهم. فإذا كان الإمام العسكري استطاع أن يموه على الجواسيس الخمسة وعلى القضاة العشرة وعلى الأطباء كلهم وحتى على أخي جعفر الكذاب وموه تمويه بحيث لم يستطيعوا أن يعرفوا عن ولادة الإمام المهدي إلا وقت الصلاة على جنازته، ومن باب أولى أنه استطاع أن ينجح نجاحا باهرا. في المقابل أيضا لابد ان يعلن انه عنده ولد. الان في وقت الصلاه على الجنازه عرف جميع الناس القريب والبعيد الصديق والعدو المؤمن وغير المؤمن انه عنده ولد، لكن قبل ذلك كانت ولاده الامام المهدي عليه السلام في عند الفجر من صلاه الصبح يوم 15 شعبان. مساء الرابع عشر من شعبان بعث الإمام العسكري إلى عمتي حكيمة، حكيمة هذه بنت الإمام جواد، وبالتالي هي صار خد الإمام علي الهادي وعمة الإمام العسكري وعمة الإمام الهادي. بعث لها قبيل الغروب أو عند العصر، عصر يوم الرابع عشر، فلما جاءت قال لها يا عمة في هذه الليلة سيولد المولود المبارك وهو الوصي والخليفة وهو المهدي وهو آخر الزمان. فاجعلي افطارتي عندك، كانت صائمه. فقالت له ممن؟ يعني ما اسم امها؟ من اي ام؟ فقال من نرجس، لان بعد ذلك مليكه سمت نفسها نرجس. قال من مليكه او من نرجس. فذهبت مباشره الى مليكه او نرجس ورات ما شافت عليها اي اثر للحمل.
سألت أيضا فاطمة قالت هل البكير هل تحمل لأن الإمام قال كذا كذا؟ قالت يا عم لا أرى بشيء، يعني حتى أثر الحمل لا أرى شيء. إذا كانت الحكيمة وهي عمة الإمام العسكري وعمة الإمام الهادي لم تعرف عن مولد الإمام الإمام المهدي إلا ليلة الخامس عشر من شعبان، بمعنى آخر قبل الولادة بسويعات قليلة، أربع خمس ست ساعات تلتقي بمعنى آخر طول الليل. إذا كانت أم الإمام المهدي لا تعرف بأنها حامل وآثار الحمل إلا في تلك الليلة، فما بالك أيضا بعد بالبعيد والأجنبي والجاسوس وما شابه ذلك. إذا كان جعفر الكذاب وهو عم العسكري وعم المهدي لا يعرف شيئا إلا وقت الصلاة على الجنازة، في الباب معنى آخر أنه القريب والبعيد لا يعرفون شيئا ما دام الأم والعم لا تعرف شيئا. لماذا الله سبحانه وتعالى اختار عند الفجر، فجر يوم الخامس عشر من شعبان يولد الإمام المهدي؟ لو ولد بالنهار أو بداية الليل أو في أي فترة، ربما الجيران أو الزوار أو من لو من إلى آخر يعرفون عن مولد الإمام المهدي، لكن اختار لهم عند صلاة الفجر، عند موعد صلاة الفجر. ففي هذه اللحظة جاء الخليفة العباسي وجراوزته وجوازيسه وكل الناس غارقون في النوم ولا يعرفون شيئا من ولد ومن سول في هذه الفترة أو في هذه اللحظة. فالإمام العسكري لم يجعل أحد يشهد ولادة الإمام المهدي ولد الإمام المهدي إلا واحدة فقط وهي عمة حكيمة. لماذا؟ حتى ولن تكون قابلة لأم الإمام المهدي، مهما كان الوالد تحتاج إلى قابل، أي أم تولد في هذه الفترة تحتاج إلى مساعدة قابل، هذا من جانب، وأفضل من يقوم بهذه المهمة هي حكيمة المؤمنة التقية الوارعة الهاشمية العربية، وهي مأمونة على الإمام وعلى والدة الإمام. في نفس الوقت أيضا الهدف الآخر أيضا من استدعاء حكيمة حتى تكون الشاهد الأول والشاهد الموثوق والشاهد الثقة للشيعة فيما بعد أنها كانت حاضرة عند ولادة الإمام المهدي. في معنى آخر إذا هي قابلة من جانب وهي شاهدة فيما بعد على ولادة الإمام المهدي من جانب آخر، وفي هذه الفترة فترة اللي هو أذان الفجر. فبعد ذلك لما ولد الإمام المهدي لا يعرف أحد إلا والد الإمام العسكري لأن الإمام المهدي توفى، ووالدته ونحرير الخادم وهو ثقة لأنه كان من أيام الإمام الهادي، والحكيمة عمة الإمام العسكري وعمة الإمام المهدي، لا يعرف أحد عن مولد الإمام المهدي غير هؤلاء، بالتالي يعني على ضيق في نطاق دائرة ضيقة جدا جدا وقريبة وكلهم ثقة. وأب وعم وخادم وكلهم ثقة، وهذا الخادم من أيام الإمام الهادي بل هو الذي ربى الإمام العسكري فهو أيضا ثقة وهو يخدم على مدار 24 ساعة في بيت الإمام. بعد ذلك استمرت الأمور إلى أن استخدم الإمام الحسن العسكري عليه السلام عدة أساليب لبيان مولد ولده وأن ولد له مولد. أول هذه الأساليب الاعتراف الضمني مو الصريح وإنما الضمني، عندما يقول زعم الطغاة بأنهم سيقتلوني ويقطعون النسل مني من نسل رسول الله والحمد لله قد خيب الله ظنه. إذا هذا اعتراف ضمني مو صريح لكن ضمني إن محاولتهم كلها باءت بالفشل وأن الله سبحانه وتعالى غالب على. ثم أيضا صار اعتراف الصريح بدل الاعتراف الضمني، سأله أحد الأشخاص أو أحد أصحابه فقال يا ابن رسول الله أريد أن أسألك لكن أحابك يعني أجب لك عندك هيبة كيف أسألك؟ فقال سأل فقال سيدي عندك ولد؟ قال نعم، هذا اعتراف صريح عندي ولد. فقال إذا حدث حدث معناه يصل الموت أرجع إلى من أو أرجع؟ فقال أرجع إليه في المدينة، في المدينة سيدي جده هناك مدينة جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قال في مرة أخرى قال الحمد الإمام حسن العسكري الحمد لله الذي رزقني ولدا شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا، والحمد الذي لم يخرجني من الدنيا حتى أرزقني هذا الولد. وهذا اعتراف أيضا أمام أصحابه إن أنا عندي ولد وأنا لن أخرج من الدنيا إلا وعندي ولد، وهذا الولد يشبه النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا.
إذا هناك أكثر من اعتراف. ثم أيضا استخدم أيضا طريق المراسلة، أخذ يراسل بعض أصحابه الخلص الذين يثق بهم، فيقول لهم الحمد لله لقد أعطاني كتاب ورسالة، الحمد لله قد رزقنا الله ولد واسمه محمد وكنيته كنية رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يشبه جده رسول الله خلقا وخلقا. فإذا استخدم أسلوب أيضا الكتابة خلص أصحابه مع أقرب أصحابه لبيان أن هناك بعد وفاته ترى عنده ولد، وهذا الولد اسمه محمد ولقبه المهدي وكنيته رسول صلى الله عليه وآله. استخدم أسلوب أيضا آخر وهو أسلوب العقيقة. العقيقة معروفة أن كل واحد من المؤمنين يولد له مولود في اليوم السابع يحلق شعرا ثم يحط ويزن الذهب والفضة ويتصدق به، ثم أيضا في اليوم السابع يأتي بكبش ويذبحك عقيقة عن ولده. وهذا الكبش أو هذه العقيقة الله سبحانه وتعالى يطول عمر هذا المولود، تكون هذه فداء أو عقيقة أو ضحية أو فداء لهذا المولود. المعروف في السنة أن المولود يذبح له عقيقة واحدة، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله مع الحسن والحسين، كل واحد يذبح له عقيقة واحدة. لكن الإمام الحسن العسكري لم يكتفي بعقيقة واحدة، وإنما بعشرات العقائق، لم تذكر عددها لكن من خلال الأرض على عشرات العقل. أرسل إلى أحد أصحابه كبش عن خروف، وقال له عق هذا الكبش أو هذه العقيقة عن ولدي محمد، هذه عقيقة واحدة. أرسل إلى أحد أصحابه الآخرين أربعة كباش أو معناها أربعة خرفة، وقال له اذبح هذه الكباش وكل أنت وأطعم من تعرف من شيعته. إذن هناك كبش واحد أو عقيقة واحدة، هناك أربعة عقائق إذا صار خمس. قال لأصحابه ابعثوا إلى أبي عمرو، أبي عمرو له سكر الأول. فلما بعثوا له أجا قال يا أبا عمرو اشتر 10,000 رطل خبز، 10,000 رطل يعني يساوي 5,000 كيلو، يعني الكيلو يساوي 2. ف10,000 رطل يعني 5,000 كيلو خبز، و10,000 رطل لحم يعني 5,000 كيلو لحم و5,000 كيلو خبز، ووزعها على البني هاشم والعلويين والشيعة، وقل لهم هذه من عقيقة ولدي. إذا هناك عندنا عقيقة واحدة، وهناك عندنا أربع، وهنا عندنا الآن 10,000 رطل لحم و10,000 رطل خبز. هذه الأسلوب العقائق، أي كل يريد يشعر الشيعة بأنني عندي ولد وأعقد عليه بكبش وبأربعة وب10,000 رطل لحم وب10,000 خبز. إذا هذا أيضا أسلوب أيضا آخر. إذا بمعنى آخر الإمام العسكري عليه السلام وقع بين هذه المطرقة والسندان، وحاول أن يجمع طرفي المشكلة ونجح فيها نجاحا باهرا. أخفى ولالته عن أعدائه بل أقرب الأقربين اللي وهو عمه جعفر الكذاب وهو أخوه جعفر الكذاب، بحيث لم يشعر لا القريب ولا البعيد بولد الإمام المهدي، ولم يشعر القريب والبعيد بولد الإمام المهدي والعمة الناس إلا وقت الصلاة أو حين الصلاة على جنازة الإمام العسكري، ففي عهد لابد من إعلان أو فتح الملف على العموم. وفي نفس الوقت أيضا أعلن عن مولد ولده لكن على نطاق دائرة ضيقة جدا بأقرب الأقربين إليه والمؤمنين وأبعد حتى أخاه جعفر الكذاب. واحد اللي أنا استخدم أسلوب الاعتراف الضمني والاعتراف الصريح وعن طريق الرسائل، وأيضا اللي هو عن طريق العقائد، وعن طريق هاي الأسلوبين أو هاي العمل بين هاي الموضوعين المختلفين استطاع أن يحافظ على ولده ويعلن أيضا مولد ولده بطريقة يعني دقيقة جدا، ونجح في الطريقتين، أخفى عن أعدائه وبينه لشيعته. قبل أيضا استخدم أسلوب آخر، جاء واحد من أصحابه وسأل يا ابن يا سيدي هل عندك ولد؟ قال انتظر. دخل داخل لمدة لحظات وخرج على عاتقه ولد كأنه قمر دري، فقال هذا ولدي اسمه محمد وهو شبيه جد رسول الله خلقا وخلقا. إذا معناها الآن أصبحت المعاينة
يعني معاير مع الاخر يعني جاب العينه امامه مات هو ولده واراهم الولد هذا قبل وفاته. استخدم ايضا كان قبل وفاته بايام كان موجود 40 شخص من شيعه الامام العسكري من خلص شيعته ومن اقرب شيعته. ولما جمعهم في داره قال وخرج وجاء بالامام المهدي قال هذا امامكم بعدي وهذا وصي وهذا خليفتي وهو صاحب العصر والزمان واطيعوه ولا تخالفوه واطيعوا امره ولا تخالفوه ولن تروا بعدي امكم هذا. ثم بعد ايام قليله غادر الامام العسكري الدنيا وارى ولده لمجموعه من شيعته على فراده وعلى مجموعه قبيل وفاته وفي فتره طوال فتره حياته. والسلطه العباسيه وجلا لا يعرفون شيئا بل حتى جعفر الكذاب لا يعرف شيئا عن هذا الموضوع. فاذا عن طريق هذه الاساليب هو حفظ ولده والدليل على ذلك انه ما زال موجود. وايضا اعلن عن ولده بس في نطاق دائره ضيقه جدا من المحيطين به وابعد الخطر عنه حتى عن اقرباء زوجته لانها روميه وبالتالي لا يوجد عندها ولا قريب ولا نسيب ولا قريب في سامر الله. فامن وفي نفس الوقت اذا هو امن من جانب الاقرباء ابي فلم يزوجه لا بهاشميه ولا بعباسيه ولا بعلويه ولا باي مؤمنه عربيه وانما انتخب له زوجه من خارج الدوله الاسلاميه من بعيد. فمن طريق هذه الاسلوبين استطاع ان يحفظ ولده من جانب ويعلن لشيعته عن مولد ولده من جانب. لو انه اخفى ولده اخفاء مطلقا لانتهى الامام لان صاروا حيران طبعا يقول ان الامام مات ولم يعلن عنده ولد. ولو اعلن اعلانا مطلقا عاما لقضى يوم في اليوم الثاني على ولده من خلال جلوزه الدوله العباسيه، فلا هذا ولا ذاك، وانما عمل بطريق متوازي وموازي بين الاخفاء وبين الاعلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.